موجة مفيدة، شوف البحر بالسمع. أكثر من 17,000 جزيرة تمتد على مسافة 5,000 كيلومتر من المحيط. كل غطسة هنا تقدم فرصة لاكتشاف مخلوقات جديدة على العلم. أسراب من سمك المهرج الأبيض والأسود، يبدو أنه قد ضاق عليها مكانها في مضيفها شقائق النعمان، بينما تستفيد من جيوب الحماية الصغيرة التي لا تقدمها شقائق النعمان. يجد الكثير من هذه الكائنات التي تعيش في هذه الرمال البركانية أن التمويه هو أفضل وسيلة للدفاع. يطابق سمك موسى محيطه بشكل دقيق بحيث يكاد يكون خفياً. وبعضها الآخر يبقى عيناً على الحياة وهو آمن في جحره. الأخطبوط المقلد ماهر بما يكفي بحيث يرتجل ليطابق محيطه أياً كان. يمكنه تقليد الكائنات الأخرى كأفاعي البحر لإبعاد الحيوانات المفترسة المحتملة. يبدو أن جميع أشكال الحياة هنا تحاول جاهدة أن تبدو مثل كائن أو شيء آخر. موجة مفيدة، شوف البحر بالسمع.